البيت. النهارده هنقول لكم ازاي تعملوا حمام البخار بتاع الاعشاب في البيت. انا كل شويه بشرح الطريقه او كده، قررت ان انا النهارده ادخل المطبخ واعملها لكم. كل اللي انا محتاجه ايه؟ كل اللي انا محتاجه حله اوكي وفيها ميه، ومحتاج اي اعشاب موجوده عندي. اما دخلت النهارده عندي في المطبخ لقيت عبوات الشاي الاخضر اللي احنا كلنا عارفينها، واي اعشاب بقى، روزماري، نعناع جاف، اي حاجه. طيب حمام البخار بيعمل ايه؟ حمام البخار بيعمل تنظيف عميق للبشره، دي اول حاجه. المسام بتاعه الوش ممكن تبقى متبهدله علشان عوامل الجو الخارجيه، غير ان هو بيعمل تنظيف عميق للبشره، بيحسسنا ان البشره دايما بيبقى فيها جلو او بتبقى منوره. ليه؟ لانه بيعمل تدفق الدم او بيمشي الدوره الدمويه. بس هوافر ان حمام البخار بيبقى مهم جدا، هو اسمه النتواياج او التنظيف بالبخار. احنا هنعمله في البيت علشان اللي مش عايز يروح يدفع فلوس، مش عايز يطلع يعمله بره البيت. بس الفكرة انه احنا اي حد بشرته حساسة جدا جدا بلاش يعمله. اهو زي ما انتم شايفين دي الاعشاب بتاعتنا. انا النهاردة جبت روزماري، انا النهاردة اهو جبت عبوات الشاي الاخضر، عادي جدا جدا. ممكن حد دلوقتي هيلاقي كاموميل، ممكن حد دلوقتي هيلاقي النعناع، حد هيلاقي اي اعشاب في الدنيا، الكافور ينزل يجيب الورد، اي حاجة ويقوم عامله على البشرة. بيتعمل قد ايه؟ مرة كل 10 ايام. لو بشرتك حساسة قوي بلاش تكرري كتير. طيب انا ادي الحله بتاعتي، خلاص انا هجيب ايه؟ هجيب الاعشاب بتاعتي اهي، وابتدي اعمل كده اقطفها، واحسن حاجه ان هي تبقى جافه، وابتدي احطها اهي كده زي ما هي في البخار. انا حطيت ميه عادي جدا، وجيت هنا اهو هاخد هنا الشاي الاخضر. انا بوريكم قد ايه سهوله الطريقه، يعني انا مش منمق الدنيا جدا، لانه حد بيتفرج عليا دلوقتي عايز يعمل تنظيف بشره، مش محتاج بقى ان هو اهو. ادي الحله اللي فيها ميه، حطيت عليها الروزماري، وحطيت عليها الشاي الاخضر، هزود شويه روزماري تاني او اي اعشاب. بقول لكم ممكن النعناع الجاف هيبقى ريحته حلوه. ليه انا ما كترتش من الاعشاب؟ علشان عايز اديكم بروف ان مش محتاج ان انا احط 100,000 حاجه. خلاص خلاص. الصح ايه بقى يا جماعه؟ هاجي كده. الصح ايه؟ الصح ان انا دلوقتي بغسل وشي بميه فتره، خلاص، واقدر اعمل كده او اقدر زي ما هو وشي. بجيب الحله كده خلاص، وببتدي اهي انا شامم ريحه الاعشاب تحفه. خلاص انا جبت الحله كده اهي، وبعد كده فتحت. ايه اللي حصل؟ في ناس بتعمل ايه؟ انا بس عايز ايوه، في ناس تعمل ايه؟ في ناس بتبقى عامله كده، ده طبعا غلط جدا، شايفين كده؟ ده غلط جدا. وفي ناس بتقف كده، ده برضو غلط. الصح 100% هعتبر ان انا النهارده ما عنديش فوطه اهو، انا واقف. الصح ان انا بقوم عامل كده وبقف كده. ده بيعمل ايه؟ البخار كله عمال يتركز على وشي. لو انا شلت كده البخار اهو بيروح لبعيد، انما بعمل كده، ده كده حمام البخار الصح اهو، بيتركز على وشي، فبيقوم عامل ايه؟ بيبتدي يفتح المسام، والبخار كله جاي عليا. اخدت فايده البخار اللي هو بيفتح المسام، اخدت فايده عشب الروزماري اللي هو بيطري الوش جدا وبيخلي فيه نضاره، الشاي الاخضر اللي هو بيقي من المشاكل اللي بتيجي في الحبوب. بس ما قربش قوي. وانا بعمل كده المسام بتاعتي ابتدت اهو، ابتديت احس ان في زي ما يكون كده في ترطيب، او ان انا وشي ابتدى يبقى عرقان سنه بمعنى اصح ودايركت. ببتدي اخد الصنفره بتاعتي وابتدي اعملها بحركات دائريه على الوش، وهتبتدي زي ما هي كده تسيح معايا على الوش كله. بتعمل ايه؟ بتعمل عمليه تنظيف. هرجع تاني وهقول، لان النقطه دي مهمه جدا. انا حطيت اهو الاعشاب في الميه، بقوم عامل كده، بركز البخار اهو على وشي، بقعد بالظبط 3 دقايق، ما اقعدش اكتر من كده. لو قعدت اكتر من كده ممكن بشرتي تبقى حساسه جدا، وفي نفس الوقت ولا اقف بعيد كده ولا اقرب قوي، كده غلط جدا جدا جدا. بقوم عامل كده اهو، واقف بالطريقه دي، المسام بتاعتي بتتفتح او مش يعني بتستقبل اكتر البخار. وبعد ما اخلص خالص اقوم حاطط الصنفره بتاعتي او اثناءها، وبعد كده اغسل وشي وابتدي بالفوطه بتاعتي. بعد ما بغسل وشي بقوم عامل ايه؟ شايفين انا عملت ايه؟ ابطط وطبطب، ابططها وطبطب على وشي، ما اعملش بالحركات دي. حاجه بسيطه جدا جدا ازاي نعمل حمام البخار. اسالوني على اي حاجه انتوا عايزينها على حسام المراغي فيسبوك او انستجرام، او على الصفحات اللي ظاهره تحت، وهرد عليكم على طول. دي كانت فقره موارد، فقرات كتيره جدا جدا في شارع النهار على قناه العرب. استنوني.